اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفتي في هذه الفقره، افضل لاعبه في الدوري الفرنسي، هدافه الدوري الفرنسي لكره اليد سيدات، ايضا مشجعه الدرجه الثالثه لنادي الاهلي، مروه عيد. ازيك يا مروه؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك دنورك. الله يسلمك. جيتي امتى؟ يعني بقى لي 3 4 ايام كده رجعت اجازه، يعني رقم واحد. بس خليني اشكر حضرتك، كنا مبسوطه جدا ان انا اكون مع حضرتك وموجوده في قناه النادي الاهلي في البيت الكبير، بيتنا كلنا. سعداء، بالعكس سعداء جدا بوجودك معانا. مروه تروح النادي في اي وقت تلاقيها قاعده، طالما هي موجوده في القاهره، يعني بتلاقيها موجوده في الجزيره وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد، تمشي من الجزيره تلاقيها في مدينه، يعني مروه موجوده وبتحب النادي الاهلي من قلبها، بعيدا عن ان هي افضل لاعبه في الدوري الفرنسي وافضل هدافه في الدوري الفرنسي، ولكن حب النادي الاهلي مختلف يا مروه. طبعا النادي الاهلي خيره علينا، يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد امي وابويا، اكيد النادي الاهلي هو صاحب الفضل الاكبر، يعني الحمد لله. يمكن انا حتى الناس لما بتتكلم او ان انا لاعيبه محترفه والكلام ده بيقولوا بنت النادي الاهلي، حتى ردود افعال الجمهور على اي خبر بتكتب عني او اي حاجه عندي بيقولوا بنتنا. فدي حاجه بتفرحني جدا وحاجه بصراحه بتشرفني جدا ان انا دايما دايما منتسبه الى النادي الاهلي. شفتي ازاي النهارده؟ انا عارفك متابعه جيده وبتشجعي وبتروحي المباريات وكل حاجه. شفتي ازاي النهارده نهاية علاقة بيتسو موسيماني بالنادي الأهلي؟ والله ما اكذبش عليك، انا يمكن زعلانه شويه، يعني كان من الناس اللي بتحب بيتسو. بحب بيتسو جدا، يمكن عشان نفس لون البشره، يعني مش عارفه ايه الفكره بالظبط، بس انا من الناس اللي بحب بيتسو موسيماني جدا جدا. لكن هي دي الرياضه، هي دي الكوره، ما فيش حد بيقعد على طول في مكان واحد طبعا. هي الرياضه كده، لكن دايما اللي بيفرق ما بين النادي الاهلي وما بين اي انديه ثانيه الاحترام، بس هي الشكل الجمالي لانهاء العلاقه. انا شايفه ان بيتسو الصراحه عمل انجاز كبير قوي قوي قوي، اعتقد هيصعب المهمه جدا على المدرب اللي جاي وراه. بالنسبه لي كانت مرحله ناجحه جدا جدا، كان عنده بعض الاخفاقات، لان دايما احنا جمهور طماع شويه، احنا نحب المكسب والبطولات مع الاداء والشكل الحلو برضه، خلي بالك. ودوت مش بيحصل في الكوره، مش بيحصل في الرياضه ككل. اوقات بتبقى وحش جدا جدا بس بتكسب، اوقات بتبقى كويس جدا جدا بس بتخسر. هي دي الفكره، هي العبره في الاخر بالنسبه لي انا بالبطولات. احب الاهلي يلعب كوره حلوه بس احبه يكسب برضه في نفس الوقت. فهو كان عنده بعض الاخفاقات، اعتقد ان هو برضه خانوا التوفيق في قرارات كتيره جدا جدا جدا، واحنا جمهور مش بيرحم صراحه. يعني احنا نحب قوي الشخص ونديك عينينا، لكن مش هنحبك اكتر من النادي الاهلي. فاعتقد ان تجربه بيتسو موسيماني ناجحه جدا، العلاقه كل الناس شايفه على السوشيال ميديا، العلاقه ما بين الطرفين، ما بين النادي الاهلي ما بين بيتسو موسيماني، ماشيه بشكل حلو قوي. ودي حاجه تفرحني. فالحمد لله، يعني ما عندناش مشاكل، هياخد فلوسه اللي اتفق عليه، ما اعرفش دي حاجه ما بينه وما بين الاداره. لكن تعليقات الناس على السوشيال ميديا طبعا دايما هتبقى منقسمه، في ناس هتبقى فرحانه وناس هتبقى زعلانه. لكن في الاخر مع اول ماتش، اول ما الحكم هيصفر، دي حاجه انا واثقه منها في اليوم مليون في المية. اول ماتش كمان، يعني انا طبعًا حتى كنت بدعو الناس النهارده ان خلاص يا جماعه نقطه ومن اول السطر، زي ما حضرتك قلتي ان بيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي هيصعبوا على المدير الفني القادم طبعا وجوده في النادي الاهلي، ولكن قلنا كده على مانويل جوزيه طبعا. بيتسو موسيماني اقترب من اللي كان هيعمله، على الرغم من يعني مانويل جوزيه بالنسبه لجمهور الاهلي في حته ثانيه، ولكن طبعًا حبا وعشقا يعني. طبعا جوزيه يمكن حضرتك لعبت معاه وعصرت معاه في الجيل الذهبي للنادي الاهلي طبعا، يمكن يعني جوزيه اسطوره مش هتتكرر بالنسبه طبعًا لنا. كنا نتمنى ان بيتسو يكمل المسيره اللي كملها جوزيه، ومع ذلك جوزيه كان عنده اخفاقات برضه، خلي بالك طبعًا. يعني كل مدرب عنده الحلو وعنده الوحش، فاعتقد ان في النهايه بيتسو لمس جوانا حاجه كبيره قوي، هيفضل في قلوبنا، هيفضل اعظم ذكرى بالنسبه لنا. احنا بطولاتنا كتير قوي الحمد لله، وبطولاتنا مش هتقف بس عند بيتسو ولا عند غيره، وارد جدا يجي مدرب تاني ونكسب ان شاء الله والدنيا تمشي، لكن هتفضل التسعة معلمة في قلوبنا الصراحة. يعني دي أعظم حاجة عملها بيتسو بالظبط. فيعني كفاية علينا اللحظة اللي احنا عشناها ديت مع بيتسو الصراحة. نتمنى له التوفيق، وسيبقى وسيظل النادي الأهلي فوق الجميع.